ان فعلا هي خطوه جديده ومش جديده بس جديده ورئيسيه ومهمه وبتجاوب على سؤال مهم قوي ازاي هنقدر نعيد تاهيل شبابنا ونجهزهم ليستفيدوا من فرص العمل اللي هتتاح على المرحله القادمه في التنميه الشامله اللي بتتم في المحور. الاجابه بتتم من خلال مكان رائع زي ده بيتم بالتعاون مع جانب صديق وجاد مع جامعة رئيسها يملك الرؤية لمستقبل واضح ومستقبل جاد على أرض المحور. وبالتالي أنا بتكلم إن في حالة تكامل من الأنشطة الرئيسية اللي بتتم على المحور. هناك تجهيز لمناطق صناعية، تجهيز لمناطق استثمارية، تعاون دولي كبير، العلم بدأ يخش كمان في المحور. معالي المحافظ، هو ليه النهاردة الجانب الصيني يبقى مهم جدا إن أنت يبقى في تعاون وعلاقات مصرية صينية وتتطور بكليه صينيه للتكنولوجيا؟ ليه الصين شايف كليه صينيه هتضيف ايه؟ هو ليه الصين؟ لان التجربه بتقول ان احنا العلاقه قديمه وان جسور الثقه بين الدوله المصريه والصينيه موجوده من الاول. صحيح. وبناء عليه تم استثمار هذه الثقه. ما بنحتك بيهم بقى بشكل مباشر زي ما بيحصل دلوقتي، بنكتشف ان الكلام ده صح. ناس يملكوا الجدية والثقة والرغبة في انهم يفيدوا المكان اللي هم موجودين فيه زي ما هم عايزين. شكرا شكرا. وهو